لا شيلي شيلي هيدي كلها. كيف اللي شيلي؟ لك شو بكي بايدك هلا عم تعملي على هو؟ مش الحرج، شفتك شفتيها قبل بايدك، حطي لي اياها انت كلها كبيرة. خليني اقول لك هيك شكلها احلى. شو لك؟ شو اجا كومنتس؟ منى صوفان بتقول انه انت من اجمل مذيعات التلفزيون. حبيبتي منى ميرسي. واكثرهن رشاقه. كلك ذوق ميرسي. وفي كمان ديسلايك اين رسالة محداد بيقول انه العائله شفتين من العائله هيك لتطلع كثير حتى اذا بتعرفي دغري يا اخواني. لا انت بتنتقمي يا ويلك يا سالم. طيب لا ما بنتقم. بقول بعتقد انه الموهبه اكبر لك بالمسرح، رجعي على المسرح. ميرسي. في كتير عروضات اجتني هلا من فارق اثنين تو تيمز من اهم الكوميديانز بلبنان، بس انا ماني ملاقيه حالي هلا بهيدا النوع. انا بحب استعمل موهبتي ببرنامج حواري مهضوم بيشبهني مثل تشيلسي ليتلي مثلا. بحب اعمله بلبنان، يعني موهبتي فوتها ببرنامج حواري. ايه بس ما اني اكون ما الغي شخصيتي كمقدمه. اوكي هلا بدنا نرجع للدراما وبقي الفون كول اللي طلبتيها من بول بول كونستانتينيان يلي خذيها انت وقولي لبول معه دقيقة. شو لايك وشو ديسلايك؟ بول وي اول شيء بدي اقول انه بول هو الميك اب ارتست اللي عم تعاون معه من سيزون 2 لهلا. اوكي بتدفع على ظهره؟ لا مش دفع، مش بيستاهل اقول له ثانك يو. بسرعة بول شو عندك شيء لايك وديسلايك للي قلته؟ انتبه على حالك. ريتويت ولايك على الريبورتاج اكيد. لا لا قلي حكي انا عجبتها. نعم عجبتها هيدي اللايك ريبورتاج صارت مش لكارلو لإلي. لا لك لللايك لإلي كارلو. لا 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 عشو عشو احلى شيء بجواباتها حبيت اعطيني صحنك كجواب لليا. لليا؟ او ديسلايك؟ ديسلايك انا دائما بتعطي الهم وبتخفف من ثقتها بخبرتها، وعندي ديسلايك ثاني لإلك البوسه لتوني اذا بيستاهلها او لا. اوكي ميرسي بول. بوسه لتوني بيستاهلها او لا؟ له علاقه بالجواب تبع الحياه دراما اكثر منها كوميدي ولا لا؟ لا لا طبعا يبطلوا مع بعض. عم بمزح. بتعرفي شو انا وقت لساني بيسبهني عم بمزح. بس ليه حياتك دراما اكثر؟ لانه الناس مش بس اللي بتشوفه هو المظبوط. شو بيمزح عليك هالقد؟ كثير قصص. العنوان العريض مرض اهلي. سلمتهم سلمت قلبهم. للانستغرام نقلتي لنا ليا وكارلا حلوه الصوره كثير نزلت اوريدي على الانستغرام. تقبرني هي اغلى شيء عندي بالدنيا هيدي. الله يخلي لك اياها. هي الدنيا مش اغلى شيء بالدنيا، هي الدنيا. الله يخلي لك اياها. ميرسي. بكره ضيفنا عمار حوري بدي على الكاميرا مشان البروموشن مع المانجا اذا بدي. اكيد. لايك شو لعمار وديسلايك؟ بيج لايك. انا حورته كمان بحلو الحياه وكنت لحالي حورته بدانسينج وذ ستارز. حلو يا ريت بيشترك بدانسينج وذ ستارز. شخص بحب كثير ابتسامته ما بتفارق وجهه. بحبه انه مثقف طبيب اسنان وعنده اكثر من ديوان شعر. ديسلايك انا مانا ديسلايك لإلي بس يمكن تكون لإله ابتسامته ما بتفارق وجهه، يمكن اوقات تنفهم بظروف معينه تنفهم غلط، بس بيج لايك. صعب يتخذ عزا يعني. ما بعرف انه شفتي هالايام يعني اذا الوجه بشوش صار شيء نيجاتيف اوقات. الستاتس اللي لقيتينا اليوم شو فيه؟ تنعمل له بوست كمان مباشره على الهواء. قري لي صوتك اخر شيء. ما تهتم للناس اللي بيحكوا عليك من ورا ظهرك، ما هن اصلا وراك. ما هن اصلا وراك. حلو كثير الستاتس اللي اخترتيه، واذا مطبقتيه بحياتك كثير بترتاحي، لازم نتعلم منه. نطلع بالغنيه ليسكروا ورانا البرنامج. بدي اقول انه ضيفنا بكره اذا عمار حوري. لايك عمار حوري. وبوسه كثير كبيره لتوني. لمين؟ لو لتوني بليز ما طلعت انه ايه ولا هي ايه، بس الليله انت مزعله شو بدك تعمل؟ يا واد يا تقيل لتوني كمان. يا واد يا تقيل. تنطبق؟ تنطبق. يلا يا مجنني. لا يلا يا 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 واد يا تقيل يا 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 مشيبني يا انت انا بالي طويل وانت انت عاجبني يا 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 يا